إعادة الحياة، ماذا يحدث في دماغنا عندما نموت؟ كيف تتفاعل أدمغتنا مع الموت؟ وهل يمكن أن نعيش حياتنا كلها خلال جزء من ثانية قبل الموت؟ سوف نتحدث عن دراسة علمية كبرى حيرت الباحثين لفترة طويلة، سنكتشف بعض أسرار الموت اليوم فتابعونا بإذن الله. حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه دراسه نشرت في 22 فبراير شباط 2022. الحقيقه في مجال علم الاعصاب. علماء الاعصاب سجلوا نشاطا لدماغ بشري. هذا الدماغ يحتضر ويموت اكتشفوا انماطا لموجات دماغيه ايقاعيه في وقت قريب جدا من الموت يعني يسبق الموت بلحظات قليله جدا هذه الموجات تشبه ما يحدث مع الانسان اثناء استرجاع الذكريات لذلك العلماء هنا نشروا آه هذا البحث او هذه الدراسه الغريبه جدا حقيقه وتاكدوا ان هناك حياه اخرى بعد الموت يعيشها الانسان ولكن هي مجهوله بالنسبه لهم آه يؤكدون ان هناك دور اساسي للدماغ في عمليه الموت وان التجارب التي مررت بها في حياتك والاحداث والذكريات كل هذه الامور تراها قبل ان تموت سبحان الله يعني لماذا يحدث ذلك لماذا نتذكر كل شيء اثناء الموت ايها الاحبه الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى بطريقه عجيبه وضع فيه نظاما بديعا يشهد على قدرته الخالق عز وجل وضع في هذا الانسان ايات ومعجزات تثبت انه سيعود للحياه بعد الموت، وليس كما يدعي الملحدون ان الانسان اذا مات انتهى. هذه الميزه موجوده في البشر. واراد الله ان تكتشف من قبل علماء الغرب وليس من قبل المسلمين، لان اي شيء يتحدث به المسلمون الملحد يكذبهم على الفور، فتاتي هذه الدراسه من قبل اناس غير مسلمين لتشهد على ان هناك حياه بعد الموت. طبعا ايها الاحبه الصور التي سجلوها او صوروها للدماغ باجهزه المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي بينت وجود نشاط هائل بل زائد جدا وغير مسبوق في منطقه الذكريات وغير مسبوق طبعا يعني الانسان في حياته العاديه لم يسجل مثل هذا النشاط نشاط هائل جدا وخلال زمن قصير فيتوقع العلماء انك تعيش حياتك كلها خلال ثوان قليله هي قبل الموت مثل وميض البرق يعني انت تكون خارج جسدك وتشاهد اللحظات التي عشتها، يعني تشاهد المعاصي، الذنوب، الفواحش تشاهد الافراح، تشاهد الاحداث التي مررت بها. هذه التجارب حقيقة حيرت العلماء لسنوات طويلة، كيف يمكن للإنسان ان يعيش حياته خلال ثوان ولكن هذه الدراسه اكدت هذه القضيه بالفعل طبعا الدماغ يبقى نشطا ومتناسقا اثناء الانتقال الى الموت وما بعد الموت ويمكن برمجه الدماغ لتنظيم هذه عمليه الموت باكملها كيف ذلك العلماء يقولون ان هذه النتائج تتحدى فهمنا لمعنى متى تنتهي الحياه بالضبط. يعني العلماء اخي الحبيب وضعوا اسس للعلم الحديث قائمه على الالحاد وعلى انكار الخالق عز وجل، تاتي هذه الدراسه لتصدمهم. فهناك طبيب جراح اعصاب في الولايات المتحده الامريكيه يقول قمنا بقياس 900 ثانية من نشاط الدماغ في وقت قريب من الوفاة ووضعنا تركيزا محددا للتحقيق في ما حدث في الثلاثين ثانية التي تسبق الوفاة مباشرة أو توقف القلب عن النبض طبعا قبل وبعد توقف القلب مباشرة رأى العلماء تغييرات في نطاق معين من الذبذبات العصبيه او الموجات الكهرطيسيه يطلق عليها موجات او ذبذبات جاما، وطبعا هناك ايضا موجات دلتا وثيتا والفا وبيتا الى اخره، اذا الدماغ لحظه الموت ليس كما يقول الملحدون الموت هو عمليه مريحه نهايه الحياه وانتهى كل شيء، لا هي بدايه لاشياء اخرى، بدايه لحياه اخرى. الاجهزه استطاعت ان ترصد موجات الدماغ وتحلل هذه الامواج الذبذبات هذه الكهرطيسيه وبخاصه جاما التي يطلقها الدماغ عاده اثناء التركيز على عمل محدد. يعني واضح ان الميت هنا لا ينتقل من الحياه الى الموت الى اللاشيء، لا، ينتقل الى حياه اكثر تركيزا واكثر تاملا ويسترجع ذاكرته ويتذكر ما سعى من قبل وكانه يرى اشياء تحدث امامه ولكن لا تبصرون. قال تعالى: ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. لذلك هنا أيها الأحبة هذه الدراسة العلمية المؤكدة تأتي اليوم كدليل مادي ملموس على وجود حياة بعد الموت ويجب على العلماء هكذا هم يقولون يقولون يجب علينا أن نعيد نظرتنا أو نغير نظرتنا للموت بناء على هذه الدراسة لأنهم كانوا يعتقدون أن الموت هو النهاية يعني عندما يموت الانسان انتهى كل شيء وسيتحول الى تراب بلا رجعه للابد. ولكن هنا تبين وبخاصه من خلال تجارب ما يسمى الاقتراب من الموت. وهي دليل ايضا وضعه الله في الانسان ليعرف الناس ان هناك حياه بعد الموت. فهذه التجارب حقيقه تؤكد ان الانسان عندما يغيب عن الوعي يرى كل شيء من حوله طيب كيف يحدث ذلك هو فاقد الوعي تماما ولكن عندما يفيق تعود له الحياة من جديد لو صح هذا التعبير يصف لهم غرفة العمليات والأطباء وماذا كانوا يفعلون وكان ينظر إليهم طيب شيء محير والله أيها الأحبة يعني هذا الأمر أن الإنسان يعني وهو فاقد للوعي يرى وهو مغمض عينيه، معنى ذلك ان هناك شيء داخل الانسان وكانه يخرج ليشاهد ويراقب ويخزن في الدماغ هذه الصور ليسترجعها بعد ذلك. وهنا ناتي لايه دقيقه جدا تتحدث عن خروج النفس اثناء النوم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفى النفس كل كل كلما نام الانسان يعني فقد الوعي او غاب عن الوعي كلما نام تخرج نفسه خارج جسدي ثم تعود وهذا دليل اضافي ايضا على ان النوم هو الموت الصوره كل يوم الله يذكرك بالموت سبحان الله من خلال النوم يقول لك تذكر أهم يوم في حياتك هو يوم موتك وأكثر يوم يتم إهماله من قبل الإنسان هو يوم الموت هو في حياته الإنسان يسعى لكل شيء ولكنه لا يفكر بأهم لحظة في حياته وهي لحظة موت لا يفكر بها سبحان الله طبعا أيها الأحبة آه يعني آه الاطباء يقولون على الرغم من ان من يموت يغلق عينيه ويغادر هذه الدنيا ولكن ادمغتهم تستعيد الذكريات وترى اشياء نحن لا نراها ويسمع ويسمعون اشياء نحن لا نسمعها ربما طيب هذا دليل هذا دليل على وجود ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة طيب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هو يعذب لأنه يتذكر ما سعى يتذكر أعماله السيئة يتعرض للضرب من قبل الملائكة نحن لا نرى شيئا وذوقوا عذاب الحريق يبدأ العذاب منذ لحظة الموت أيها الأحبة ف الآية الأخرى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت طيب ما الذي جعله يطلب العودة للدنيا ليعمل صالحا لأنه رأى في هذه اللحظة أعماله السيئة ورأى العقوبة ورأى مقعده من النار وهذه الاشياء كلها اكدها القران والسنه المطهره لان النبي عليه الصلاه والسلام اكد لنا ان الانسان يرى لحظه الموت مقعده من الجنه او من النار فالمؤمن يشتاق للقاء إلا يشتاق للجنه فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه ولكن الكافر عندما يرى مقعده من النار يكره لقاء الله وكره الله لقاءه والعياذ بالله لذلك أحبتي في الله يعني نتمنى منكم أن تتذكروا لحظة الموت أن تعلم أن أعمالك السيئة الآن التي تقوم بها ستكون حاضرة أمامك لحظة الموت تخيل أنك الآن تشاهد فيلم إباحي مثلا أو تأكل مال إنسان أو في رقبتك دين لم ترده لهذا الإنسان أو أنك تعق أبويك، أو أنك تسرق أو تأكل الحرام، أو أنك تزني، أو ترتكب فعل محرم. تخيل لحظة الموت سيعرض أمامك كل هذا الأمر. وهذا الكلام علميا دقيق وقرآنيا أيضا صحيح. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. لذلك نسأل الله عز وجل أيها الأحبه أن يرحمنا جميعا. وأدعوكم دائما للعمل بحديث النبي أكثروا من ذكر هادم اللذات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق